قيد الأرض، هكذا لقبني الناس، ربما لأنهم رأوا حزمي وضبطي لزمام الأمور. وقد رأيت الحزم والضبط أمراً لازماً لإقامة الدول. هكذا تعلمت من أسلافي الذين قضوا وأخلصوا للوطن، فواصلت الفتوحات التي بدأوها لطرد العدو من عمان، وتجاوزت لما أبعد. عمان تعيش في أوج نشاطها وعصرها الذهبي. لطالما كانت عمان أرضاً ليس لها نظير، ولها موقع فريد على بحار العالم. تمتع أهلها بخيراتها، فازدهرت زراعتهم وصيدهم، وقامت تجارتهم الواسعة. في وهلة من الزمن الغابر، كانت القوى الغازية التي تسيطر على العالم قد أخذها الطمع، فجاءت إلى عمان خلسة وصارت ترمي بحمم مدافعها على مسقط، قوة غازية لا ترحم. بعدها زاد جور البرتغالي فغرس أنيابه ومخالبه في عمان. كانت روح عمان تغلي في قلوب الرجال، حتى جاء ذلك الرجل العظيم الإمام ناصر بن مرشد، فوحد عمان وقاد العمانيين لحرب البرتغالي، فبدأت قوة العدو بالانهيار والضعف. من جلت الأيام حتى جاء ابن عمه سيف بن سلطان فأشعل فتيل الحرب مرة أخرى، فصارت عمان تضرب بكل قوتها، وصارت تتوغل في الحصون البرتغالية المنيعة، حتى استسلم العدو وطرد من عمان مهزوماً مدحوراً. آبائي وأجدادي خلصوا عمان من المحتل البرتغالي، ولكن المحتل بقيت له باقية على المناطق المطلة على بحر عمان، فقررت عمان مواصلة الفتح وطرد المحتل من كل البقاع المجاورة. أخذت عمان بالأسباب. العدو يحتاج إلى عدة من قوة ورباط الخيل لرهبته وسحقه، فأنشأنا أسطولاً حربياً من 42 مركباً، منها سفينة الملك، وكانت محملة ب80 مدفعاً ومراكب أخرى. وقد سرى خبر أسطول عمان بين العوالم، قوة بحرية عمانية لا تقهر تزلزل البحار. أرض الهند العظيمة استعمرها العدو وفرض جبروته على أهلها، فجاءت عمان بعظمتها ودخلت بجيشها الفاتح. كان الجيش قوياً ومستعداً للحرب ومجهزاً بكل معداته العسكرية، فعمان في عهدي مكنتها من السلاح والعتاد، وأصبحت قوة لا تضاهى، فخلصناها من الأعداء. بعد أن تمكنت عمان من الهند، أمرت ببناء قلعة نبراسا لتكون شاهداً لعمان على فتحهم العظيم، ولتكون ملجأً وملاذاً لمن أراد الاحتمال. القوة البرتغالية تبعث برسالة تهديد لعمان، ويتوعدون جيشنا القوي بالهزيمة. لقد جنوا على أنفسهم. إن البرتغاليين لم يبقوا في الهند فحسب، بل استوطنوا منباسا وكلوة وسيطروا على خيراتها. وقد آن لعمان أن تفتحها كما فتحت سابقتها الهند. هذه القلعة مكمن البرتغاليين في أفريقيا، بنوها في 32 سنة وسموها بيسوع، ولأنها مركز قوتهم رأيتها الهدف في إضعافهم. حاصرها جند عمان مدة 30 شهراً إلى أن وهنت قوة البرتغاليين وخضعت لعمان. وهي عمان تمد نفوذها للهند وشرقي أفريقيا
وتطرد العدو. أمرت العمانيين أن يجلبوا ثمار الهند وأفريقيا، فها نحن نزرعها في عمان من أشجار المانجو وغيرها، وها هي قد أتت أكلها لتكون محصولاً يفيد البلاد والعباد، وعساه أن يمتد عبر العصور القادمة. أيقنت تماماً أن حسن التدبير أساس قيام الدول وقوتها. رأيت تربة عمان الطاهرة تصلح لشتى الثمار والأشجار، فأمرت بغرس 30,000 نخلة مبسل. يطبخ تمرها ويجفف، وبعدها نبيعه للشركاء في العوالم الأخرى، فيرجع لنا بربح وفير ورزق كبير. حتى النحل جعلت أمره نصب أعيننا، فجلبنا بعضه من أقاصي البلدان، ففشى ونمى وأرسل رحيقه بين العمانيين، فلذ لهم وطاب. حضارة تشير لها العوالم، هذه عمان في عهدي، وما كانت لتكون إلا بالتدبير والفعل الحسنين. فسجل لنا يا تاريخ، وخبر عنا يا مخبر. ولهذا أطلق علي العمانيون لقب قيد الأرض.